السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسعدني أن أقدم إليكم طلبتي الأعزاء هاته الحصص من مادة المصطلحات القانونية السداسي الأول المجموعة A. وقبل أن ندخل إلى صلب الموضوع ومعالجة المصطلحات القانونية المتعلقة بهذه المادة، لابد من أن نضع تقديما لهذه المادة ووضع الطالب في الإطار العام لهذه الوحدة. أولا، ما هي اللغة المتخصصة أو لغة التخصص؟ إن اللغة المتخصصة أو لغة التخصص أو ما يطلق عليها بلغة الأغراض الخاصة هي كما عرفها كل من هيربرت بيشت وجينيفر دارسكو قائلين إنها ضرب مقنن ومنمط من ضروب اللغة، يستعمل لأغراض خاصة وفي سياق حقيقي، أي يوظف لإيصال معلومة ذات طابع تخصصي على أي من المستويات، على أكثرها تعقيدا أي الخبراء العارفين، أو على المستوى الأقل تعقيدا بهدف نشر المعرفة بين المهتمين بالحقل وتلقينهم أصوله، وذلك بأكثر السبل إيجازا ودقة ووضوحا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن اللغة المتخصصة هي لغة العلم، لغة أهل التخصص. وبما أنكم أنتم طلبة جدد، وبما أنكم اخترتم شعبة القانون، فأنتم يعني في طريق العلم، في طريق المسار العلمي المتخصص في المجال القانوني، وبالتالي فيتوجب عليكم أن تضبطوا المصطلحات القانونية وأن تكون لديكم لغة قانونية متخصصة، وذلك من أجل أن تعرفوا كيفية إيصال المعلومات و يعني كيفية تبليغ المعلومة القانونية، سواء بالنسبة لكم يعني في الامتحان، أو كذلك بالنسبة للمهنيين أثناء قيامهم بوظيفتهم المتخصصة في المجال القانوني، مثل المحامي والقاضي والمستشار القانوني و إلى غير ذلك من أهل التخصص في المجال القانوني. وقد يعني عرفها أحد الفقهاء في مجال اللغة، وهو كلود جيمار، بقوله: La langue spécialisée est l'usage d'une la langue naturelle pour rendre compte techniquement des connaissances spécialisées. ومعنى ذلك أن اللغة المتخصصة تستعمل كلغة طبيعية لعرض المعارف المتخصصة من الجانب التقني. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا طبقنا هذا التعريف على اللغة القانونية المتخصصة، فهي لغة يعني طبيعية تستعمل ما بين المتخصصين في المجال القانوني، وهي ذات طابع تقني، بمعنى أنه لا يفهمها الشخص العادي، وإنما يفهمها القاضي، يفهمها المحامي، يفهمها الخبير، يفهمها المتخصص في المجال القانوني. إذن لغة القانون هي لغة العلوم، ولغة العلوم لديها المصطلحات والقوالب المصطلحية والمفاهيم والمصطلحات والقاموس الذي يحدد معانيها ويحدد يعني طبيعة تلك المفاهيم والمعاني التي تؤدي إليها. ومن ثم فإن اللغة القانونية أو لغة العلم أو لغة التخصص يجب أن تمتاز بأربعة خصائص
على الأقل هي أساسية جدا. الخاصية الأولى وهي الميل إلى الدقة، معنى ذلك بأن مثلا القاضي أو المحامي يجب أن يكون دقيقا في انتقاء الكلمات المناسبة، أعتذر على استعمال مصطلح الكلمات، وإنما يجب أن ينتقي بدقة المصطلحات المناسبة ليستعملها في القضية المناسبة. مثلا لا يمكن للمحامي مثلا أن يستعمل مصطلحات القانون المدني في الدفاع أو في مؤازرة متهم في قضية جنائية. يمكن أن يستعمل بعضها إذا تعلق الأمر بالدعوى المدنية التابعة، ولكنه لا يمكن أن يستعمل تلك المصطلحات في الدفاع عن يعني متهم في قضية جنائية. وكذلك العكس بالعكس صحيح، فلا يمكن للمحامي أن يستعمل المصطلحات القانونية ذات الصبغة المدنية ذات الصبغة الجنائية للدفاع عن شخص لديه قضية أسرية أو قضية مدنية أو قضية يعني شغلية. وبالتالي المتخصص في لغة القانون يجب عليه أن يميل إلى الدقة. فإذا كانت قضية يعني تهم يعني القانون الشغل، فيجب عليه أن يستعمل المصطلحات التي تهم قانون الشغل، وأن يعرف معناها، وأن يعرف سياقها، وإلى ماذا ترمي إليه، إلى غير ذلك من المسائل التي يجب على رجل القانون والمتخصص وأهل هذا العلم أن يكونوا على دراية بها. ثم الخاصية الثانية وهي استعمال الاختزال. ما معنى ذلك؟ معنى أن القاضي أو محامي أو متخصص في لغة أو متخصص في القانون بصفة عامة يجب عليه أن يستعمل المصطلحات التي ترمي إلى المعنى بدون أن يكون هناك إطناب ويعني تجاوز المعنى، وبالتالي يمكن أن ينعكس ذلك على يعني الهدف النهائي لرجل القانون، وهو تحقيق العدالة. وبالتالي فالاختزال مطلوب متى كان ذلك يعني مقترن بمصطلحات قانونية ذات معنى وذات قيمة تؤدي إلى يعني تحقيق المبتغى أو المبتغى الذي يهدف إليه صاحبها. الخاصية الثالثة وهي الوضوح الذي يجلي الحقائق ويساعد على الفهم. فلغة القانون أو اللغة المتخصصة في المجال القانوني هي لغة واضحة. فمثلا لو اخترنا مثلا مصطلح الجريمة، فالجريمة هي كل فعل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومخالف للقانون الجنائي. يعني هنا يعني المصطلح والمعنى ويعني واضحان جدا. يعني هناك يعني إذا استعملنا مصطلح الجريمة فهي كل فعل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي. يعني هناك وضوح تام، وبالتالي فهذا الوضوح يعني مقترن يعني بحقيقتين أساسيتين أو بقاعدتين أساسيتين. ففي المجال المدني مثلا لا اجتهاد مع وجود النص، وبالتالي فمتى وجد النص وكان ذلك النص واضحا ولا يحتاج إلى أي اجتهاد، فهنا نتحدث عن هذه الخاصية وهي الوضوح. وبالتالي فرجل القانون يجب أن يكون واضحا في تحديد السياق وفي تحديد المعنى وفي تحديد المصطلحات المناسبة في القضية المناسبة أو في الجهة أو لاستعمالها في لدى الجهة المتخصصة والمناسبة. كذلك أن هناك يعني قاعدة أخرى وهي في القانون الجنائي
لا عقوبة، لا جناية، أو لا جناية ولا عقوبة إلا بنص. وبالتالي فإن يعني فإن المحامي أو رجل القانون المتخصص لا يمكنه أبدا أن يعني يخلق مصطلحات غير موجودة، أو أن يخلق مواد قانونية غير موجودة، أو أن يستعمل مصطلحات أدبية للتعبير عن قضية يعني، أو للتعبير عن مسائل قانونية تحتاج إلى اللغة المناسبة لها. ثم أن اللغة القانونية هي لغة بسيطة بعيدة عن التعقيد. بطبيعة الحال يمكن أن يكون ذلك معقدا شيئا ما بالنسبة للشخص الغير متخصص. فالشخص الغير المتخصص أو الشخص العامي بطبيعة الحال سوف لن تكون بالنسبة إليه لغة القانون لغة بسيطة، وبالتالي فبالنسبة له ستبدو هذه اللغة هي لغة صعبة، صعبة المراس وغير بسيطة ومعقدة، ويمكن أن لا يفهمها. وبالتالي فهنا يعني يأتي دور المحامي والقاضي وأهل القانون في تبسيط هذه اللغة، ويعني إبعادها عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى أن تكون أو أن لا يتعرف عليها الجمهور أو الأشخاص العاميون. هنا يعني سنضع خطط لتوضيح أهم الفروق ما بين اللغة المتخصصة لا لونغ سبيسياليزي جوريديك واللغة العامية لا لونغ كومين. هنا سوف نفرق بينهما من خلال يعني مجموعة من الفروقات أو من مجموعة من التمييزات. أولهما من حيث الوظيفة، فاللغة المتخصصة أو اللغة المتخصصة اللغة القانونية المتخصصة فهي لغة مرجعية ريفيرونسييل، بمعنى أن لغة بمعنى أنها لغة ذات يعني مرجع قانوني تستند إليه، فهي يعني لا تأتي لوحدها ولا يمكن استعمالها بمعزل عن النص القانوني التي تستند إليه، أو يعني بمعزل عن النطاق القانوني التي تستعمل فيه. فمثلا إذا تحدثنا عن موضوع الشيك مثلا أو مصطلح الشيك، فهو يعني له مرجعية وهو القانون التجاري، وله مرجعية خاصة وهي مدونة التجارة، وله مرجعية خاصة خاصة جدا وهي النص القانوني المتعلق بالشيك في مدونة الأسرة، في مدونة التجارة عفوا. أما بالنسبة للغة العامية فهي لغة إيحائية شعورية واقعية، بمعنى أنها تنطلق من شعور الإنسان، فإذا كان يعني هو يعني في لحظة فرح فسيعبر عن ذلك، عن فرحه بابتسامته وبشعوره، وكذلك بإيحاءاته التي تفيد معنى الفرح. فإذا كان إنسانا يعني لديه بعض شعور يعني يحس بالحزن، فبالتأكيد سينعكس ذلك الحزن على كل ما يقوله وبطبيعة الحال على كل ما يفعله، وبالتالي فهي لغة إيحائية شعورية وواقعية فاكتويل. من حيث الميدان التي تطبق فيه كل لغة على حدة، فاللغة المتخصصة القانونية نطاقها خاص سبيسيفيك، بمعنى أن الميدان الذي تطبق فيه هو الميدان الذي تستعمل فيه تلك المصطلحات. فمثلا لو أخذنا بعين الاعتبار مثلا النسب، فهو يعني مصطلح يعني يستعمل في نطاق أو في ميدان قانون الخاص، وإذا تخصصنا أكثر فسنقول بأنه يستعمل في مجال مدونة الأسرة. أما اللغة العامية فهي بطبيعة الحال نطاقها عام، يعني يمكن أن تساق فيه كل الكلمات بغض النظر عن يعني قيمتها، أو بغض النظر عن مدى واقعيتها، أو بغض النظر عن موضوعيتها، مدى موضوعيتها.
من حيث المستعملون لتلك اللغة، فالمستعملون utilisateurs de la langue، فالمستعملون للغة القانونية المتخصصة هم متخصصون من أهل القانون، فمثلا يستعملها المحامي والقاضي والأستاذ جميع المتخصص في القانون، ويستعملها الخبراء إلى غير ذلك من هم يشتغلون في نطاق المهن القانونية والقضائية والشؤون القانونية، وكذلك يمكن أن يستعملها أيضا المتخصصون في الشأن الدولي ذات العلاقة بالقانون. أما اللغة العامية فيستعملها الناس العاديون العامون في علاقاتهم الاجتماعية إلى غير ذلك. من حيث الوضعية التواصلية، فالوضعية التواصلية l'association de communication، فيمكن أن نقول بأن اللغة المتخصصة هي أكثر تعقيدا plus formalisée، بمعنى أنها أكثر تعقيدا من اللغة العادية التي هي لغة يعني بسيطة غير مركبة تستعمل للتعبير كما قلنا سابقا، بينما اللغة المتخصصة فهي لغة معقدة لا يفهمها إلا أهلها وهم المتخصصون في علم القانون. من حيث الخطاب لديسكور، فالخطاب اللغة القانونية المتخصصة هو خطاب علمي ومهني بروفيسيونيل سيونتيفيك، يعني ينطلق من مصطلحات ذات معنى محدد متفق عليه بين أهل ذلك العلم. وإذا أخذنا يعني كمثال على ذلك، مثلا مصطلح يعني النفقة، يعني فهو يعني مصطلح يعني متفق عليه فيما يتعلق بتعريفه وسياقه إلى غير ذلك بين مختلف يعني أهل هذا العلم. كذلك إذا أخذنا مثلا مصطلح الميراث، مصطلح النسب، مصطلح الطلاق، مصطلح التطليق، إذا أخذنا مثلا مصطلح كمبيالة إلى غير ذلك من المصطلحات القانونية يعني التي هي متخصصة وعلمية ولها معاني محددة لا يختلف فيها اثنان. بينما اللغة العامية فهي لغة إيحائية كما قلنا سابقا، يمكن أن تحتمل الكثير من المعاني ويمكن أن تستعمل في الغير المعنى الذي يراد منها. ومن ثم فيعني نخلص إلى أن لغة القانون هي لغة أهل القانون. لكن ما هو القانون؟ يعني تحدثنا وقلنا بأن اللغة القانونية المتخصصة إلى غير ذلك، لكن القانون ما هو القانون؟ ما كيف يعرف هذا القانون؟ فالقانون هو يعني عبارة عن ظاهرة تدفع المجتمع إلى وضع يعني قواعد تنظم العلاقات بين الأفراد. يعني هناك مجموعة من القواعد، أو القانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي يعني تصدر عن مؤسسة تشريعية من أجل ضبط العلاقات ما بين الأفراد فيما بينهم، وما بين الأفراد فيما بينهم وبين الدولة. فإذا كانت تلك القواعد تنظم العلاقات بين الأفراد فقط، فهنا نتحدث عن القانون الخاص. لكن إذا كانت تلك القواعد تنظم العلاقات بين الأفراد والدولة، فهنا نتحدث عن القانون العام، القانون الخاص باللغة الفرنسية دووا بريفي، والقانون العام باللغة الفرنسية هو دووا بوبليك. ما هي مميزات اللغة القانونية؟ ما هي مميزات اللغة القانونية؟ من هذه المميزات يعني بطبيعة الحال أن مميزات اللغة القانونية هي كثيرة ومتعددة، وغير أن يمكن إجمالها في يعني بعض هذه المميزات. أولا وجود مفردات قديمة، يعني هناك يعني مجموعة من المفردات التي وضعت منذ زمن بعيد، غير أنها ما زالت تستعمل إلى حد الساعة. فمثلا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مثلا إذا تحدثنا في نطاق يعني القانون المدني مثلا حولة الدين، فهذا المصطلح هو مصطلح قديم يرجع إلى العهد الروماني،
وبالتالي فالكثير من المصطلحات التي ترجع إلى العصر الروماني أو العهد الروماني هي مستعملة حاليا في القانون أو في القانون الحديث. كذلك هناك مجموعة من المصطلحات القانونية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وهي مستعملة وتستعمل يعني بشكل مألوف داخل يعني اللغة القانونية وكذلك النصوص القانونية. وكذلك يعني هذا لا يعني بأن جميع المصطلحات القانونية التي كانت يعني في التي كانت منذ القدم ما زالت تستعمل لحد اليوم، ولكن يعني اللغة القانونية هي لغة مرنة يعني تجمع ما بين الحفاظ على المصطلحات القديمة وكذلك يعني اكتساب مصطلحات جديدة في نطاق التطور الذي يعني تشهده اللغة القانونية يوما بعد يوم. ثم ثانيا أن رجال القانون في الغالب يلجؤون إلى الحشو والإطناب، وهذا لا يتعارض مع ما قلناه سابقا من خاصية أن اللغة القانونية هي لغة مختزلة، بحيث أن رجال القانون في بعض الأحيان يلجؤون إلى هذه الحيلة أو إلى هذه المميزة يعني التي تميز اللغة القانونية من أجل يعني التعبير عن أشياء، عن مقصود، عن معنى، من أجل يعني إقناع القاضي أو من أجل إقناع المتلقي بمجموعة من القواعد أو بمجموعة من المعاني التي تخدم يعني رجل القانون من أجل تجاوز يعني ما يمكن أن يشوش على المتلقي، وبالتالي فهو يلجأ إلى الإطناب والحشو من أجل يعني تحقيق ما يصبو إليه من إقناع المتلقي بهذه المصطلحات التي يستعملها وكذلك بالقضية التي يدافع عنها بهذه المصطلحات القانونية. ثم يعني بالإضافة إلى ذلك هناك يعني مصطلح يعني بالإضافة إلى ذلك هناك خاصية أخرى أو يعني مميزات أخرى، وهي التحفظ على أنماط الوثائق القانونية. يقصد بذلك القيود التي تفرض على صائغ الوثائق القانونية، بمعنى أن هناك يعني ما يصطلح عليه بالشكلية، بمعنى أن اللغة القانونية هي لغة تميل نحو الشكلية. ما معنى الشكلية؟ هو أنها يجب أن تصدر في إطار قالب محدد أو نموذج صاغه المشرع أو يعني وجهته يعني السلطة العامة في نطاق اختصاصاتها، بالتالي فهي لغة شكلية. فمثلا لو أخذنا بعين الاعتبار مثلا عقد الزواج فهو يعني عقد شكلي، وبالتالي يعني وجب أن يتم في إطار يعني شكلية محددة حددها يعني القانون. كذلك بالنسبة للكمبيالة، بالنسبة للشيك، بالنسبة لي الالتزامات إلى غير ذلك، فكل هذه المصطلحات إنما تصدر في إطار قالب حدده المشرع، ومن ثم نقول بأن اللغة القانونية هي لغة شكلية. ثم أن اللغة القانونية يجب أن أو تحتاج إلى نوع من الإبداع والابتكار والاجتهاد. فمثلا لا يمكن لرجل القانون أن يغض الطرف عن الاجتهادات القضائية الصادرة في يعني مختلف درجات المحاكم، ويستعملها استعمالا من أجل يعني الدفاع عن قضيته، وكذلك من أجل فهم نقطة قانونية يعني لم يتأتى فهمها إلا عبر تلك يعني الاجتهادات. بالإضافة إلى ذلك أن يعني اللغة القانونية تميل نحو استعمال أسلوب التعميم والتضمين، وكذلك ما تشهده من وجود بعض يعني تداخل في بعض اللغات يعني بين عدة لغات. مثلا يتم استعمال لغة يعني أخرى من أجل التعبير عن يعني مصطلحات قانونية جديدة.
كذلك هناك يعني اللغة القانونية هي لغات الوضوح والدقة والابتعاد عن الألفاظ المثيرة للبس، ويعني هذا شيء طبيعي شرحناه يعني قبل قليل. كذلك اللغة القانونية هي لغة قانونية يعني آمرة، يعني تستعمل في كل يعني أشكالها، يعني طابع الأمر. فمثلا يجب يعني المشرع في كثير من النصوص القانونية يستعمل عبارة يجب، يصوغ، يجوز. يعني هذه المصطلحات القانونية إنما تفيد كون أن لغة القانون هي لغة آمرة، ويعني تحمل أوامر يجب على المكلفين بها تنفيذها. ثم أن لغة القانون هي لغة يعني مبنية للمعلوم، وهذا لا يمكن، وهذا يعني لا يتنافى مع طبيعة كون أن اللغة القانونية هي لغة، أو بكون القواعد القانونية هي قواعد قانونية مجردة، بمعنى أنها يعني مبنية للمجهول، وأنها يعني تنطبق على كل من يعني كانت حالته تنطبق عليها تلك القاعدة القانونية. فإجمال كل هذه الخصائص والمميزات التي يعني كانت موضوع هذه الحصة، فاللغة القانون هي لغة رجال القانون، وبالتالي طلبة الأعزاء يجب أن تفهموا هذه اللغة، وكذلك يجب أن تستعملوا المصطلحات المتعلقة بكل قسم من أقسام القانون للتعبير عن مجال محدد تحديدا دقيقا. فمثلا لو استحضرنا مصطلحات قانون الشغل، فإنما تستعمل في نطاق قانون الشغل. وكذلك بالنسبة لي إذا استحضرنا لغة القانون التجاري، فهي تستعمل في النطاق التجاري، وكل يعني تخصص من تخصصات القانون إلا وله مصطلحاته ولغته الخاصة. وبالتالي يعني وجب على الطالب وجب على الباحث القانوني أن يتقيد بهذه المصطلحات واللغة القانونية الدقيقة، فهذا يعطيه يعني صقلا لتخصصه وكذلك لفهمه لهذه اللغة القانونية أو تلك. ويعني من أجل يعني الإحاطة بشكل يعني موضوعي، ويعني في إطار التكامل ما بين الوحدات، يعني سواء في السداسي الأول أو السداسي الثاني، فيعني ارتأيت أن أقسم يعني هذه الحصص على 9 يعني فصول. سنتناول في الفصل الأول نظرية القانون La théorie du droit، ونتناول في الفصل الثاني الفروق بين القانون الخاص والقانون العام، droit privé et droit public. ثم في الفصل الثالث سنتطرق إلى مفهوم الدولة l'État. ثم في الفصل الرابع سنتطرق إلى مكونات الدولة les organes de l'État. ثم في الفصل الخامس سنتطرق إلى les grands systèmes juridiques، الأنظمة القانونية الكبرى، في حين سنخصص الفصل السادس للتعرف على التنظيم القضائي المغربي les juridictions, organisations et compétences. أما الفصل السابع فسنخصصه للحديث عن la constitution et les institutions politiques، الدستور والمؤسسات السياسية. الفصل الثامن سنخصصه للقانون، حقوق الإنسان والدستور. وفي الأخير سنتحدث وسنخصص الفصل التاسع للقانون الدولي. إذن طلبتي الأعزاء، لدينا العديد والعديد من الحصص المقبلة من أجل يعني معرفة يعني الإطار العام للقانون، وكذلك من خلال مصطلحاته القانونية، وكل مصطلح إلا وله معنى. سنتعرف على ذلك في الحصص القادمة إن شاء الله. دمتم بألف خير، وشكرا جزيلا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى الحصة المقبلة إن شاء الله.